نشرت لجنه معلمي حضرموت بيانا عن فرع اللجنه بمديريه الشحر الذي اقر تعليق الاتفاق الذي تم مع السلطه المحليه بالمحافظه بشان رفع الاضراب من قبل اللجنه واوضحت لجنه معلمي حضرموت بالشحر ان قرارها جاء نتيجه زج رئيسها في السجن التابع لمركز الامن الجنائي وعدم السماح للمحامي بلقائه وكذا كثره الشكاوي الكيديه عليه وعلى اعضاء اللجنه وتعطيلهم عن اعمالهم لعده ايام ولاكثر من مره وبناء على ذلك اقرت اللجنه بالشحر تعليق اتفاق رفع الاضراب واستمراره حتى اشعار اخر والمطالبه بسرعه تحويل ملف رئيس اللجنه الى النيابه ما لم سيتم التجمهر في وقفه سلميه امام مركز الامن بالشحر بعد الفتره المحدده وكذا المطالبه برفع جميع التعسفات على اعضاء اللجنه ومحاسبه المتسببين ورد الاعتبار لرئيس اللجنه ومنتسبيها وسرعه الفصل في الملف الموجود لدى وكيل النيابه بسبب الدعوه التي تقدمت بها عضوه سابقه باللجنه ضد بعض اعضاء اللجنه